اخوانا احنا بغينا نسوي المخرج هادشي باش نجري لك بدينا تاخر الكاميرا سيدي اسم كريم هشام سيدي هشام مهزين ايا اسمح لي عارف هاد الزعجه كنت انت ما كتشد عليها زاد انت كنت دوك بلاصه من الحقيقه فيهم اللي هذا سلام سلام لاباس اسميتك شو اسمك على باباك ولا ماماك الله اعلم اذا هاد العده من نهار الطوق تسولي مشكور سمي عليه دعاء متفقين اوكي اوكي انت كتعيط لك الدردشه تسمي لك حنا وانت شاد فينا كاين ماشي مشكل انا نعطيك اي حاجه كنقول لك تقول لها ورايا واجد واجد يلاه سير سيدي مشي لك تفكر وفرك شوف كان فرقين تفكر وفرك شوف كان فرقين يلا تفكر وفرك شوف كان فرقين قطعوا ولا تمشوا رجليهم تفكر وفرك شوف كان فرقين اش كدير اش كدير النقطه ديك الجزاه انت كتقول لها واجده واجده يلا اول كلمه غادي نقول سهله وبسيطه هادي دار الحاج معطي هادي دار الحاج معطي سهله شونجيوها احطبي احطبك احطبي 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 خبطه ضحك انا انا جيلك والله ما تفكيت معاك السيجه اليوم غتخلص راح اطبي راح اطبك خبط حطبي خبطه سمعي باباك تبارك الله سمعي باباك سمعي باباك والمستوى الدراسي نخبط حطبي خبطه ونخبط حطبك خبطه نخبط حطبي خبطه ونخبط حطبك خبطه كتبط بط بيضا سير 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 نزار 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 اجي اجستي نزار اجي وينك شي غادي بالهي وتقول اجستي نزار اجي على الكاميرا اوفيس معاك شوف مزيان عاد ما نسيتو في الكادر الناس كيبان لكم مشاهدينا كتشوفونا كاملين نزار فين سنرجع نزار من هاد التليفون سير نزار تاجينا تاجي تتلقتينا نزار مرحبا بك واش تكبروك جرب حظك صدر دماغ واحد الكادر يلا قلت انت كلمه واحده انت عندك كلمه شوف انت غنتغلط كنعطيك كلمه تقول لي عطيك شكادوات شكادوات كلمه والله العظيم لك كلمة هو مازال عطيته هادي وتعدي نعطي راس طرف اسمع سأسيكاتريسوكا عاود عاد نسولك نعاود وعاود إلا ما تعاود اش كتبقى؟ نعاود أنا غنعاود سأسيكاتريسوكا سأسيكاتريسوكا نزار سيتك شتي غادي تسمعنا نزار كنشكرك أسي نزار تسمع خير مرة نعيط لك اش عيط السيد يا جماعة نزار هبقى نمشي نجيب كادر نعطي نزار الله يتكفل علينا وهاد السيد اي فوالا كما كتشوف جوج ديال الكادوات سي هشام تفضل تفضل مخبوط هذا كذا ولا غير عيط نزار اجي عافاك عافاك اجي دابا نزار هذا الناس تكون عادي كيكون جنب واحد السيد وراه الكاميرا معاه ولا رايح بلاصتك عاود نسال شي كتشوفها شد كادو على خويا نزار اخر مره تخش واحد شي حاجه تقولها مشاهدينا شكرا لكم انا هذا البرنامج كنقول ميرسي باب مدريس شكرا شادة تي في وكنقولوا بثلاثة بينا رمضان مبارك سعيد على المغاربة ماشي انا بديت عليكم شي تبادلات تصوروا انا غادي ندير معاك واحد البيت كتحفظ كل واحد يشارك معنا غادي يكون شادة غادي يسمعوا فيها كل ما كتفكر غادي عندها مشكلة كل ما بقى قصر تفكر من بطل وشنو في العبد اللي عندي واش كنت كتحفظ دابا بلاش نسكت الحمى انت شحال في العام واش كتبين لك بنتك في دار الله شكون كتبين لك رمضان؟ الله عليكم كامل يا رمضان كريم وعيشوا بزاف في وليدات فهمت وبقوا معايا عيشوا كلشي بالك حضر عيشوا واحد عيشوا من وراها الآن غادي نعطيهم بسيط جدا قول لي شنو هو أسرع طائر؟ أنتم عندكم هادشي ديال الطيران عندكم طيروا في السماء أعطيوني أسرع طائر شكون هو؟ شكون يعرف كل اسرع طائر كاين يحلق ولا يحلق خاطر كل ما كيطير شكون مثلا شكون انت شكون رقرق هو ابو الاقراق كيف هو طائر رقرق هو ابو الاقراق دبابة الا شكون ثاني شكون انت صقر الا شكون انت قولي في اللوز اعتبرو الجواب دايز لا ماشي في اللوز زيد شكون صافي ساليتو اسرع طائر هو اشكون يمكن عليك ترشادي بغا الفراز اللي بغا البلاطه هذا التخميره فروش التخميره طائر تيكون اغلبيه حضرتك
تكليكيكم من حدائق الحيوانات راح يرتب لكم الكتاب شو كبير الحجم ديالهم شكون؟ شكون؟ نعم جواب صحيح النعم صحيح وعليها سبقوا عليها سبقوا عليها أرجع لكم لأن الريحة أنا هي نمر دوعي الكتاب حمدها هكا يا ماما بون كوراج مدام الحفاظة ديالك وشكرا تقولوا نفس الشيء تاع تبي نفس الشيء مولاي ادريس شكرا لكم سيدنا حبيبك ديما اجواء ما شاء الله المتعه شرفا